يحيي العالم اليوم السابع من ديسمبر من كل عام يوم الطيران المدني الدولي، اللي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول. الإدارة العامة للطيران المدني تنضم إلى هذه الاحتفاليات العالمية بتنظيم احتفالية بهذه المناسبة للتأكيد على سعي دولة الكويت لانتهاج أفضل الممارسات الدولية في مجال صناعة الطيران المدني. وزميلنا يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت متواجد حاليا في مطار الكويت الدولي. بعد التحية، صباح الخير زميل يوسف، وما الجديد عندك اليوم؟ نعم نورة، صبحت الله بالخير، وأيضا لنجيب وجميع العاملين في برنامج العالم هذا الصباح، وعلى السادة المشاهدين. مثل ما تفضلتي زميلتي نورة، اليوم السابع من ديسمبر جميع العالم يحتفل بهذا اليوم، وهو السابع من ديسمبر، وهو اليوم العالمي للطيران المدني. طبعا الطيران المدني هذا الشيء الذي خدم البشرية في جميع أنحاء العالم في شكل عام، وهو التواصل السريع بين الدول من خلال الطيران، ووضع أيضا الشروط والأحكام التي تحكم الطيران في شكل عام بين الدول على شكل أساسي. السابع من ديسمبر هذا يؤكد أيضا الدور الريادي والرئيسي للطيران المدني وما خدم البشرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. لكن حول اليوم تواجدنا في مطار الكويت الدولي في هذا اليوم وفي هذه اللحظة على الهواء مباشرة، نستضيف معنا المهندس سعد العتيبي، المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف. مهندس سعد، صبحك الله بالخير ويعطيك العافية، وبصمتكم واضحة اليوم، ونقول لكم مبروكين أنتم كطيران مدني في هذا اليوم اللي يعنيكم أنتم في السابع من ديسمبر. كلمة للمشاهدين بهذا اليوم ودور الطيران المدني في خدمة البشرية في شكل عام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلا تحتفل دولة الكويت اليوم باليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف 7 ديسمبر من كل عام. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي ونيابة عن كل زملائي وزميلاتي في الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بتهنئة أسرة الطيران المدني في العالم وفي الدول العربية، وتحية لكل العاملين في قطاع النقل الجوي بهذه المناسبة على جهودهم التي تتواصل ليلا نهارا لخدمة الراكب وخدمة المسافرين، وكذلك كما ذكرت أخوي يوسف لخدمة البشرية. ودولة الكويت تعتبر من الدول الأولى التي وقعت على اتفاقية شيكاغو في العام 1961، ولا شك أن الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت هي السلطة المختصة التي تدير وتشغل مطار الكويت الدولي وتمثل الدولة في المحافل الدولية، سواء في منظمة الطيران المدني الإيكاو أو في منظمة الدول العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وكذلك في كل المنظمات الدولية. فبهذه المناسبة تقدم لجميع العاملين والعاملات في هذا القطاع لدورهم الريادي في خدمة البشرية. مهندس سعد، احنا عندنا فرصة اليوم الخميس، ومشاهدينا قاعد يتابعونا من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت وهذا اليوم العالمي، نقول لكم مبروكين. لكن مهندس، نقدر نقول يعني عطلة منتصف او عطلة الربيع في شكل عام في منتصف السنة بالنسبة للطلبة راح يكون في مسافرين، شنو الخطة اللي انتم وضعتوها انزين خلال هذه الفترة اللي في عطلة نص السنة؟ نعم، بالنسبة لنا في الإدارة العامة للطيران المدني تعودنا دائما لكل المواسم، وعندنا استعداد كامل لكل المواسم، سواء مواسم الأعياد الوطنية أو عيد الفطر السعيد أو عيد الأضحى المبارك، أو كذلك موسم الصيف وإضافة إلى موسم عطلة الربيع. فبالتالي الإدارة العامة للطيران المدني مستعدة بكل قطاعاتها التشغيلية وبالتعاون مع شركائنا في مطار الكويت الدولي، سواء وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو كذلك الإدارة العامة للجمارك، فهناك تناغم مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لخدمة الراكب. وبهذه المناسبة وبمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، ودي بس أعطي نبذة سريعة على العام 2023 وما حققت الإدارة العامة للطيران المدني من إنجازات حكومية في هذا المجال، ولا شك أن آخرها افتتاح أمس مركز التدريب التشبيهي السيموليتر الذي يعتبر من أفضل المراكز التدريبية في الميدل إيست، وكذلك إضافة إلى تي 2 وتنسيقنا مع وزارة الأشغال
الأطفال لافتتاح هذا المبنى الرائع والجميل، والذي تجاوزنا نسبة الإنجاز فيه 72%، إضافة إلى مبنى الركاب T4 الذي يعتبر أحد نماذج خدمة الركاب المخصص للنقل الوطني الخطوط الجو الكويتية، إضافة إلى دخول المشغل العالمي للملاحة الجوية الذي سوف نحتفل بتوقيع عقد هذا المشغل بإذن الله يوم الأثنين القادم، الذي يعتبر فرصة مناسبة لتدريب كوادرنا وتعزيز كوادرنا الوطنية وتأهيلهم، كذلك إدارة برج المراقبة إدارة وفق ما وصلت إليه آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم. مهندس سعد، يعني نقول لكم مرة أخرى يعني كل عام وانتم بخير في 7 ديسمبر، وأيضا كرتنا فرصة نبين دوركم والخطة التي واضعينها بالنسبة لحركة المطار سواء للمغادرين والقادمين لدولة الكويت. إذا مشاهدينا صورة حية ومباشرة من مطار الكويت الدولي، ومرة أخرى 7 ديسمبر جميع العالم يحتفل في يوم الطيران المدني، وهذه الخطط الموضوعة، وأيضا من تواجدي في مطار الكويت الدولي أؤكد أن دولة الكويت تولي اهتمام كامل في عملية الحركة الملاحية داخل دولة الكويت، وذلك من خلال مطار الكويت الدولي الجديد الذي سيرى النور بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة، وهذا يؤكد الدور الداعم والهام من دولة الكويت لهذا القطاع الحيوي. زميلتي نورة، هذه صورة حية ومباشرة من مطار الكويت الدولي، وعودة لك مرة أخرى. شكرا للزميل يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت ولضيفك الكريم.